يبقى خلينا نروح بقى للمعدل العام لهذا الفريق ونشوف المعدل العام عامل ازاي. اتفضل يا كريم. اتفضل يا كريم. المعدل العام لفريق تيجرز ونشوف ارقام الفريق اللي ممكن تيجي معانا على الشاشه. طبعا اكيد عقليه فريتي عقليه استحواذ وعقليه بوسيشن، وعشان كده بنشوف المتوسط بتاع استحواذ الفريق 64%، معدل كبير جدا. كبير طبعا. اكيد طبعا هو الرقم بيرتفع لان المنافسين طبعا في الكونكا كاف منافسين متواضعين، فبالتالي بيبقى عنده مساحه كبيره من الاستحواذ على المباريات. معدل التمريرات في الفريق برضو عاليه جدا، بنتكلم 88%، وبالتالي ده بيورينا الافشنسي او الاجاده اللي عند اللعيبه في مساله الاستلام والتسليم. معدل الاهداف برضو معدل مرتفع للغايه 2.5، يعني بمعنى ان متوسط اهداف تيجرز في المباراه الواحده هدفين في المباراه الواحده. ده بيورينا قد ايه الفريق عنده قوه هجوميه، وكمان فريق اعتقد شبيه شويه ببالميرس زي ما امبارح اتكلمنا. بالميرس كان امبارح عنده معدل اهداف مسجله في 0.5، النهارده 0.8 او 0.8، وبالتالي ده معدل جيد، اقل من واحد من هدف واحد في المباراه. التصويب على المرمى من 15 كرة بيشوطوها على المرمى في 7 ما بين الثلاث خشبات، وده رقم جيد. طلعوا بيه كلين شيت او الشباك النظيفه 3 مرات، ومعدل العرضيات بتاعتهم عالي 16 عرضيه في المباراه الواحده. تمام. عايز تتكلم حاجه تانية في المعدل العام؟